السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان وبخير. في الفيديو هذا غنهضروا على المشروب اللي كان كيشربه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، وهذا المشروب هذا وصلت يعني وصل العلم الحديث، وصل المنافع ديالو الكثيرة في الصحة، ومشحال الأمراض كيداوي هذا المشروب هذا. وهذا الفيديو كنت باغي نديرو باللغة العربية، ولكن انا عارف كاين الناس اللي ما كيعرفوش اللغه العربيه الفصحى. المغاربه ديالنا بزاف الناس يعني الاجداد ديالنا والاباء ديالنا والامهات ديالنا ما كيعرفوش المصطلحات باللغه العربيه، ولكن حنا غنحاولوا نوضحوا هذا الشيء بالدارجه باش يفهموا ويستافدوا جميع الناس. وبغيتكم تفرجوا هذا الفيديو حتى الاخر، حتى انت اي واحد يعني وصل له الفيديو يبارطاجيه مع الناس، يمكن غتكون صداقة جارية غتفيد بها بنادم وغيبرى بها بنادم كان مريض بشي مرض اللي غنذكروا يعني هنايا اللي كيداويهم هذا المشروب ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. غيوصل الفيديو لهاد الناس هادو، انت غتربح معاهم ان شاء الله اجر كبير. صلوا على رسول الله. اول حاجة غنبداو بالمنافع ديال المشروب، عاد نقولوا المشروب المنافع ديال المشروب يعني الهائلة، يعني بلا ما تمشي تشري الدواء، لان الدواء ديال الفارماسيان غيداويك من حاجه وغيمرضك من حاجه اخرى، ولكن صيدليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شربها اي حاجه امرك بها الله تعالى تشربها، او الرسول صلى الله عليه وسلم شربها، قل بسم الله وتوكل على الله، والشفاء ان شاء الله غيجيك من عند الله تعالى. اول حاجه هذا المشروب هذا يعطيك طاقه عجيبه ليوم كامل، كيعطيك واحد الطاقة نهار كامل وانت نشط اولا. ثانيا يحافظ على صحة القلب والشرايين، القلب راه هو الاساس ديال الجسم. ثالثا يقوي جهاز المناعة، ان بنادم اللي ما عندوش مناعة ما عنده والو، دائما يبقى مريض. يحافظ على صحة الجلد والبشرة، نساء بالنسبة للنساء والرجال، النساء اكثر، يحافظ على صحه الجلد والبشره، البشره ديال الوجه يعني دائما كيبقى صغير سبحان الله. يقتل ويخرج جميع سموم الجسم وينقي الجهاز الهضمي من الجراثيم الضاره. هذه راه لما كاش الجهاز الهضمي خدام مزيان راه يعني ما كاين لا التغذيه مزيانه لا عضلات لا فورمه لا كلشي كيمشي. سادسا يقتل خلايا السرطان في الجسم، الله ينجينا وينجيكم. سابعا يحرق الدهون الزائده في الجسم. ثامنا يترك يعني كيخلي الانسولين سكر الدم، الانسولين كيخليه يعني ستابل، ما كيطلع ما كيهبط، يعني الناس مرضى بالسكر يمكن لكم تشربوا هذا الشرب هذا ويعاونكم بزاف باش تخليو الانسولين ديالكم ما يطلع ما يهبط، وتعيشوا الحياه ديالكم عاديه كيفكم كما الناس. هذه هي منافع ديال هذا الشرب هذا. دابا غنتقلوا نتعرفوا على هذا الشرب شنو هو. هذا الشرب اللي كان كيشرب الرسول صلى الله عليه وسلم راه مذكور في القران، اللي هو شرب العسل، لان العسل ماشي الماكله الشرب. الناس اللي كياكلوه كيصحاب لهم راه يعني غيستافدوا منه بالنسبه للصحه، ما غاديش تستافد منه، خصك تشربه، لان ذكر في القران. نعطيكم الايه يعني سوره النحل الايه 69، شنو كيقول الله تعالى في الايه 69؟ قال تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف الالوان فيه شفاء للناس. شراب يعني خصك تشرب ماشي تاكلو بمعلقه، خصك تخلطو مع الماء، يعني كتجيب شويه ديال الماء سخون، هذا هو الشراب اللي كان كيشرب الرسول صلى الله عليه وسلم. كتجيب شويه ديال الماء سخون كدير فيه واحد معلقه ديال العسل كتحركها وكتشربها على الريق قبل ما تفطر بنص ساعه، كتصبر نص ساعه ولا اكثر عاد تفطر، وغتشوف النتيجه حتى الجسم ديالك سبحان الله تعالى القوه ديالك البدنيه غتبدل. هذه راه مجربه، القوه ديالك البدنيه غتبدل، الجسم ديالك غيتبدل،
اي الحريق كنت كتحس به غيمشي باذن الله. ولكن واحد حاجه خصكم تعرفوها دائما فوقاش تشربوا شي دواء سواء عشب او دواء صيدا، قولوا بسم الله اللهم رب الناس اذهب الباس فانت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، شفاؤك لا يغادر سقما. الا ما كتعرفوش هذا الدعاء هذا، قولوا قراوا الفاتحه، لان الفاتحه الشافيه والعافيه، كيقولوا ليها الشافيه والعافيه. انا سوره الفاتحه هي يعني ام القران. هذا ما كان الخوت. المهم كنتمنى يكون عجب لكم فيديو، الى عجب لكم فيديو ما تنساوش تشجعونا باللايك، واللي ما ابونيش ابوني معنا ويفعل الجرس باش يوصلوا اي جديد. كاين الجديد بزاف وعجبكم بزاف الحال في هذه القناه هذه ان شاء الله. ما عليكم الا تبارطاجيو الفيديو وتديو الاجر معنا. واللي بغى يتابعني في الفيسبوك، هذا هو الفيسبوك ديالي وانستغرام ديالي والتيك توك ديالي، مرحبا بكم. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.